ظل الوصول إلى جزيرة سقطرة مغامرة تحوي الكثير من المخاطر. دفع العديد من رحالة البحار حياتهم ثمنا لذلك. في أحد كهوف الجزيرة نقش أحدهم على الجدار شكره لله الذي أوصله إلى أخرب مكان في العالم، وأمنيته في أن يتمكن من العودة كي يروي ما شهدت عيناه. عثر باحثون من جامعة هولندية على ذلك النقش، وعثر غيرهم على ما هو أوسع من النقوش، الحياة المتنوعة وتعدد أنواع الحياة الفطرية والحيوانية، حيث أن 73 من أنواع النباتات و59 من أنواع الحلزونيات البرية المتواجدة في الأرخبيل غير موجودة في أي مناطق أخرى على وجه الأرض. أما بالنسبة للطيور فوفقا لمصادر علمية متعددة، فإن الجزيرة تؤوي 291 نوعا، يتوالد 44 منها في الجزر، فيما يهاجر 58 منها بانتظام، من بينها بعض الأنواع المهددة بالانقراض. وطبقا لذات المصادر العلمية فإن الحياة البحرية في سقطرة تمتاز بتنوع كبير، وهو ما جلب للجزيرة منذ أيام اعترافا جديدا من منظمة اليونسكو كونها واحدة من المواقع البحرية العالمية ذات الأهمية البيولوجية، ففيها أنواع عديدة من المرجان الباني للشعب وأنواع أخرى من الأسماك الساحلية والعديد من الأصناف التي تجعل من هذه الجزيرة مكانا فريدا يعد الوصول إليه مغامرة جديرة بالتضحية والعناء.